قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان قال أكثر المفسرين من السلف على أن المقصود أن هؤلاء المشركين آمنوا بتوحيد الربوبية من أن الله هو الخالق الرازق، وأنهم أشركوا معه في توحيد الألوهية. ونقل عن بعضهم أنهم يعني المشركين أشركوا مع الله في التلبية، ذكروها تحت هذه الآية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. قال رحمه الله قال وعندي إشكال ولم أرى كما قال من شفى الغليل في هذه المسألة، فكيف يجتمع الإيمان مع الشرك؟ لما؟ قال لأن قوله إلا وهم مشركون جملة حالية، والجملة الحالية تقيد العامل وتصف الصاحب. أنا أعطيكم مثالا لم يذكره، تقول جاء زيد راكبا، راكبا حال، الركوب هنا قيد المجيء ووصف حال زيد، فيقول على هذا المعنى أن الفعل يؤمن مقيد بشركهم، فلا يؤمنون إلا حالة كونهم مشركين. قال ويتنافى أن يجتمع الإيمان مع الشرك، فيقول أرى أن الإيمان هنا إيمان لغوي، لأن الإيمان اللغوي لا بأس أن يشترك معه الشرك من حيث المعنى، كما أن الإسلام في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الإسلام هنا إسلام لغوي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام بدون إيمان، وهذه لا نتحدث عنها كثيرا لأن الآية سبق أن تحدثنا عنها وذكر العلماء 10 أوجه حولها. لكن الإسلام هنا في هذه الآية إسلام شرعي، لأنه كما قلنا لابد مع الإسلام شيء من الإيمان حتى يصحح هذا الإسلام، وإلا كان منافقا. هو يقول لم أرى، ووجدت في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله كلاما جميلا. ماذا قال؟ قال رحمه الله في حديث عمران بن حصين عند الترمذي، وفيه ما فيه من الضعف لكنه استدل به وذكر بعد ذلك الأدلة، قال لأبي حصين يا حصين كم تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال ما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ونظير هذا قال قول الله عز وجل عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وصفهم بأنهم يعبدون ففعلهم عبادة، فإن كان الاستثناء منقطعا فلا إشكال على أحد الوجهين، فتكون إلا بمعنى لكن أعبد الذي فطرني، وإن كان الاستثناء هنا متصلا فيكون قوم إبراهيم يعبدون الآلهة ويعبدون معها الله. قال فيظنون كما تظن اليهود والنصارى، يظنون أن عبادتهم للآلهة مع عبادتهم لله يظنون أنها عبادة وليست عبادة لله. متى تكون العبادة لله؟ إذا أتت على وجه الإطلاق، أما على وجه التقييد كحال هؤلاء فلا. بدليل ماذا؟ قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال قيد الإيمان هنا، فالإيمان إذا أطلق يراد منه الإيمان المشروع، ولذلك ماذا قال عز وجل عن أهل الكتاب؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإيمانهم هنا مقيد كالبشرى، فالبشرى إذا أطلقت تكون في الخير، لكن إذا قيدت قال فبشرهم بعذاب أليم. فنخلص من هذا إلى أنه لا إشكال في هذه الآية، وأن هؤلاء يظنون أنها عبادة وأن هذا إيمان. إذن كأنه يقول رحمه الله ذكروا بوصف الإيمان أو بوصف العبادة باعتبار ما كانوا يعتقدونه.